سنذهب الآن إلى مؤتمر صحفي يعقده وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، ثم نعود لنستكمل بقية هذه الفقرة. إلى هناك. العناصر الهاربة في تلك الخلية من التوصل إلى أحد أخطر البؤر الإرهابية التي يتولى قيادتها تنظيميا القيادي المفرج عنه نبيل محمد عبد المجيد المغربي، مواليد 22/7/51، مقيم بعين شمس القاهرة، وله اسم حركي باسم الشيخ، من قيادات تنظيم الجهاد. سبق الحكم عليه في القضية 462/81، قضية تنظيم الجهاد الكبرى، وده من أحد اللي أفرج عنهم في عهد الرئيس المعزول السابق. وعقب ثورة يونيو تبنى المذكور تحركا تنظيميا لارتكاب أعمال العنف وإحداث حالة من الشغب والفوضى ومحاولة إسقاط الدولة من خلال استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وعدد من المنشآت الهامة والحيوية وأبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم. وقد شارك في العديد من أحداث العنف، منها أحداث ميدان رمسيس، وقد لقى نجله مصرعه في تلك الأحداث. وتضم هذه البؤرة من العناصر القيادية أبرزهم سالم عبد العال سالم حسان أبو رجلين، السيد فتحي عز الدين محمد هاشم حركي معتز، أحمد ماهر أحمد إسماعيل حركي زياد. عقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم استهداف عناصر تلك البؤرة، حيث لقي الأول والثاني مصرعهم في مواجهات أمنية، وتمكنت القوات من ضبط قائدها المدعو نبيل محمد عبد المجيد المغربي، وتم ضبط 39 من عناصر تلك الخلية، وهم سيد جمال مصطفى حافظ مواليد 86 الأليوبية مقيم شبرا الخيمة، محمد إبراهيم جمعة الإرم مواليد 91 شمال سيناء ومقيم رفح تم ضبطه، عمر حمدي محمود علي مواليد 28/2/85 من السويف، سيد أحمد السيد الحريري مواليد 11/88، شريف عوض عبد نزهة سن 30 مقيم دمياط، هشام صبحي عبد الهادي عوض الحركي أبو المقداد مقيم الجيزة، محمد فاروق عبد الغني موسى ومقيم حركي أبو بكر مواليد 28/6/79 ومقيم الجيزة، ناصر عبد الفتاح محمد براغيط حركي أبو بلال مواليد 19/3/60 ومقيم الجيزة، أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر مواليد 50 القاهرة، عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدني سن 60 مقيم مدينة العبور، أحمد عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدني مواليد 84 مقيم الأليوبية، فوزي محمد السيد سيف الدين حركي أبو مريم مواليد 70 مقيم الغربية، أحمد محمد عبد الرازق عبد العليم مواليد 82 مقيم الأليوبية، عمر زكريا محمد علي السعداوي مواليد 79 الأليوبية. عشان ما اطولش عليكم، هم الاعداد الاسماء كثيره، وارجو يعني لو كنتوا عايزين تاخدوها وضبط بحوزه تلك البؤره اسماء وبيانات عدد من الشخصيات العامه والاعلاميين ورصد العدد من ضباط الشرطة والمنشآت الهامة والحيوية والمنشآت الشرطية والعسكرية كانوا في طريقهم لاستهدافها، وكان لضبطهم أكبر الأثر في إحباط هذا المخطط. كما ضبط بحوزتهم بداخل مخزن بمدينة 6 أكتوبر المضبوطات الآتية: 1 بندقية آلية عيار 762 98 طلقة، برميل متوسط الحجم يحتوي على بارود أسود ومشتبه أن يكون بارود سلطاني، عدد 57 شجارة نطرات، عدد 1 لفة فتيل تفجير سريع الاشتعال، شجارة نطرات فضة، برميل كبير يحتوي على نطرات الفضة، عدد 1 فتيل اشتعال بطول 33 متر، 3 هيكل أنبلة بحجم أنبلة الغاز، عدد 2 بوتقة زجاجية تحتوي على خلطة نطرات ومواد كيميائية داخل إناء به ماء وألواح من الثلج بغرض تبريدها، عدد 1 برطمان من البلاستيك بداخله مادة الهيكسمين، برميل متوسط يحتوي على بارود أسود يشتبه أن يكون بارود سلطاني، عدد 1 جهاز لابتوب، عدد 3 شريحة هاتف محمول، عدد 1 مطحنة
ميزان رقمي 5 دفاية كهربائية 17 اسطوانة فضي اللون، ودي الاسطوانات اللي بيجهزوها بالعبوات النسف. خلاط عدد 3 بطارية 9 فولت، عدد 5 جوال كبريت زراعي، عدد 1 اسطوانة حديدية، عدد 41 اسطوانة حديدية، عدد 7 براميل فارغ، عدد 1 جيركن كلوروفورم، وعدد اسطوانة بوتاجاز. كما ضبط بحوزتهم ده بداخل فيلا وشقة بمدينة العبور المضبوطات الآتية: 11 قنبلة يدوية دفاعية F1، عدد 8 دانا هاون 82 ملي، عدد 10 طلقة مدفعية دفع صاروخي 120 ملي، عدد 29 جهاز إطلاق، أجزاء خاصة بمدفع هاون 82 ملي، أجزاء لدوائر كهربائية، عدد 9 سلاح آلي، عدد 35 خزينة، عدد 1 بندقية FN، عدد 7 خزينة، عدد 1 بندقية كرتوش، عدد 2 طبنجة حلوان، كمية كبيرة من الطلقات، وعدد 6 رؤوس متفجرة، وعدد 200 كيلو جرام بودرة أمونيا، وكمية من مادة TNT. كما تم ضبط معدات تستخدم للرصد الأمني عبارة عن نظارة ميدان، 2 جهاز لاسلكي، هواتف محمولة، أجهزة لابتوب، كاميرات فيديو ديجيتال حديثة وصغيرة، مبالغ مالية كبيرة، وكمية من المشغولات الذهبية. كما تم ضبط كمية من الأوراق التنظيمية مدون بها بعض المعادلات الكيميائية ورسومات لعربات أمن مركزي وأجزاء لصواريخ، بالإضافة لأرقام مدون عليها بخط اليد بعض الكلمات المشفرة: تفجير اسم الضبعة، اقتحام قسم طمى وأخذ السلاح، تفجير كنيسة واستعمار، 6 إسلامية فوق بوزك، الكل بيحبك وبعوز بشباب وبنات العراق، خيانة مشروع، بعض الشفرات المبينة يعني. وقد تبين من خلال الفحص ارتباط عناصر تلك البؤرة بتنظيم أنصار بيت المقدس الذي يرتبط بإحدى تنظيمات القاعدة العاملة والتي تنشط في ليبيا تحت مسمى تنظيم أنصار الشريعة، ويقوم عناصر هذا التنظيم بتمويل عناصر البؤرة في مصر بالسلاح والعتاد. وقد تمكنت أجهزة الأمن من خلال معلومات دقيقة من تحديد مسؤول تسليح التنظيم المتواجد في ليبيا، وتم إعداد الكمين له بمدينة مطروح وأسفر عن ضبطه، ويدعى محمد عبد السميح حميدة عبد ربه، والمكني حركيا أبو سمية مصر الجنسية. كما تم ضبط أحد العناصر الإرهابية الخطرة بصحبته، وخلال عملية الضبط قام بإلقاء قنبلتين أصابت عددا من الضباط والأفراد. ثالثا، إحباط عمليات إرهابية توكبت الاحتفال بنصر أكتوبر وتحديد مرتكب واقعة استشهاد اللواء نبيل فراج. توفرت معلومات للأجهزة مفادها سعي عناصر تكفيرية معتنقة لفكر وأيديولوجية تنظيم القاعدة بمحافظة الجيزة لارتكاب أعمال عدائية وتخريبية تجاه المنشآت الحيوية والتابعة للقوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم خلال الاحتفالات بأعياد نصر أكتوبر المجيد. تم اقترار النيابة العامة المختصة بتلك المعلومات والتحريات والتي أذنت بضبط هؤلاء وتفتيش مساكنهم، وعقبها توجيه ضربة أمنية لهم فجر 5 أكتوبر الماضي بمكان اختبائهم بمزرعة كائنة بتقسيم جمعية السلام للإصلاح الزراعي بالجبل الغربي أمام سجن القطة بمحافظة الجيزة مملوكة للمدعو فرج السيد عبد الحافظ ربيع. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصطفى محمد حمزاوي عبد القادر حجازي، وخمسة معاه برضك ممكن حضراتكم تاخدوا الأسماء بتاعتهم. وعسر بحوزاتهم على المضبوطات التالية: 2 قاذف RPG، 8 قذيفة RPG، عدد 8 عبوات دافعة لقاذف RPG، عدد 2 سلاح آلي متعدد، عدد 1 بندقية ماركة FN، عدد 1 بندقية ماركة بريتا، عدد 1 بندقية خرطوش، عدد 1 جراب دانا، عدد 13 سلاح آلي 7.62، 36 خزنة سلاح آلي، 2 فرد خرطوش، عدد 1 طبنجة ماركة بريتا، عدد طبنجة حلوان، عدد 48 قنبلة بودرة محلية الصن، عدد 1 قنبلة غاز، 8 واقي من الغازات، عدد 2 فلتر غيار للأقنعة الواقية. ومن خلال الفحص الفني للمضبوطات وتقسيف وجمع المعلومات والربط بين كافة الملابسات الواقعة وأحداث قسم كرداسة، تبين أن الطبنجة الحلوان
المضبوطة هي ذات السلاح المستخدم في واقعة استشهاد اللواء نبيل فراج، وأن مرتكب الواقعة هو المدعو أحمد محمد يوسف عبد السلام صالح، وشهرته أحمد ويكا مواليد 86 ترجي مقيم كرداسة هارب جاري ضبطه، وأن الطبانجة المستخدمة في الحادث ماركة تم سرقتها من اسم كرداسة أثناء أحداث الهجوم على الاسم. رابعا ضبط خلية من العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب عدد من حوادث استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة بمنطقة الأسماعيلية، وأعتقد أن كانت الفترة اللي فاتت في حوادث كتير موجودة في هذه الفترة، منهم التفجير اللي نال مبنى المخابرات الحربية في إسماعيلية، وكان هو يعني هم ارتكبوا 11 حادثة، اللي هقولهم دول مرتكبين 11 حادثة في إسماعيلية. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 من أخطر العناصر التكفيرية وأكثرها عنفا وشراسة، تلقيا العديد من التدريبات على أعمال القتال، وهما حاتم سلامة حسن سليم. خلال عملية الضبط أصيب بطلق ناري في المواجهات ولقى مصرعه أثناء علاجه بإحدى المستشفيات. محمود محمد سلمان حماد، واعترفوا المذكورين بارتكابهم العديد من الحوادث الإرهابية وبيانوها كالتالي: استهداف مبنى المخابرات الحربية بإسماعيلية، استهداف عميد شرطة طه زكي مدير إدارة التأمين المجرى الملاحي الذي استشهد، اقتحام مكتب بريد الشيخ زويد بالإسماعيلية والاستيلاء على مبيه من أموال، تفجير خط الغاز الطبيعي بأبو سوير، محاولة استهداف عقيد شرطة طارق الطحاوي حال تنفيذ إحدى المأموريات، استهداف سيارة تابعة للقوات المسلحة مما نتج عنها استشهاد 2 من المجندين، استهداف 2 من مجندي القوات المسلحة حال حراستهم لأحد المنشآت العسكرية بالتل الكبير، استهداف ناقلة دبابات للقوات المسلحة واستشهاد 2 من المجندين، استهداف مقدم قوات مسلحة أحمد فاروق بطريق الإسماعيلية الصحراوي. خامسا حوادث التعدي وإطلاق النار على كمين مسترد بتاريخ 27 سبتمبر، وكمين آخر خلف ميراج سيتي بتاريخ 16 أغسطس، ونقطة شرطة النزهة بتاريخ 30 أغسطس. قامت مجموعات العمل الأمنية بإجراء فحص شامل وكامل لكافة العناصر المشابه تورطها في ارتكاب أي أعمال عدائية، وتمكنت من ضبط محمد فتحي محمد إسماعيل سنجر، وشهرته محمد سنجر مواليد 77 مقيم المطرية، ومن العناصر المتشددة السابق مشاركتها بالتعدي على مقر حزب الوفد في الأحداث الماضية. اعترف بارتباطه بإحدى التنظيمات التكفيرية المرتبطة بتنظيم القاعدة والذي يرأسه الهارب سمير عبد الحكيم إبراهيم. والأخير قام بتكوين عدة مجموعات مسلحة منفصلة تضم 25 عنصر، قام بتنفيذ حوادث التعدي على كمين مسترد، كمين خلال ميراس سيتي، نقطة شرطة النزهة، سرقة عدد من السيارات بالإكراه، من بينها السيارة اللي استخدمت في عملية محاولة الاغتيال بتاعت وزير الداخلية. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 عناصر اعترفوا بانتمائهم لتلك البؤرة، وقيام بالاشتراك بتنفيذ العديد من العمليات العدائية ضد رجال الشرطة، وهم سيد محمود جبلة عبد الغني وشهرده خالد الحربي، حسن أنور حسن إبراهيم ويتخذ اسم حركة اسمه حسن كنانة، والباقي بردك ممكن إيه عشان ما طولش عليكم تاخدوهم من الإعلام والعلاقات. سادسا حادث استشهاد 25 مجند من قوات الشرطة بشمال سيناء واختطاف 7 جنود. في إطار المتابعة الأمنية ضبط المتورطين في حادث استشهاد مجند الشرطة واختطاف الجنود 7 بشمال سيناء، توفرت معلومات تفيد أن المدعو عادل محمد إبراهيم محمد، شهرته عادل حبارة، الهارب من سجن وادي النطرون في يناير 2011، محكوم عليه غيابيا بالسجن 10 أعوام لتورطه في إصابة فرد شرطة وحيلة أوراقه لفضيلة المفتي لتورطه في حادث مقتل شرطي بدائرة مركز أبو كبير الشرقي. قام بمشاركة آخرين من العناصر التكفيرية بمحافظة شمال سيناء باختطاف الجنود 7 بسيناء، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلح والخطف بهدف توفير الدعم المالي اللازم لتمويل جرائمهم واستهداف قوات الجيش والشرطة. كما أكدت المعلومات أن المدعو عادل حبارة قام بالتخطيط
والإعداد لتنفيذ والتنفيذ لحادث مقتل 25 من جنود شمال سيناء خلال شهر أغسطس 2013 بمشاركة المدعو ناصر عياد محمد علي الجهيني، المدعو عبد الهادي زايد عواد زايد والمكني أبو ولاء، الفلسطيني أبو عبد الله المقدسي والمكني بأبو صهيب، المسؤول الشرعي لتنظيم فتح الإسلام الإرهابي بقطاع غزة، وقيامه عقب ذلك بتكليف المدعو أسامة محمد عبد السميع خليل الشرباجي المقيم بمدينة العريش بإخفاء إحدى السيارات المستخدمة في الحادث نصف نقل دبل كابينة لحين التخلص منها وحرقها عقب علمه بتمكن الأجهزة الأمنية من تحديدها، إلا أن التقى رسالة نصية من المدعو أبو عبد الله المقدسي عسر عليها بهاتف المضبوط عاد الحبارة طلبه فيه بعدم حرقها مما دفعه للسعي نحو تغيير لونها من خلال محاولة شرائه المواد اللازمة للغاية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء تنفيذه لذلك وبصحبته اثنين من العناصر مجموعته التنظيمية وهم علي مصبح سليمان نصبح وأحمد مصبح سليمان شقيق الأول، بحوزتهم اثنين قنبلة يدوية حاولوا استخدامها ضد القوات. كما رصدت المعلومات قيام المدعو عادل حبارة بالتواصل مع عضو التنظيم الهارب خارج البلاد محمود مجاوري للتخطيط لاستهداف قوات الشرطة بمحافظة الشرقية، حيث تم تكليف كل من صبري محمد أحمد أبو الروس ده لقى مصرعه في مواجهات، صبري محمد إبراهيم محبوب، بلال محمد إبراهيم نصر الله، أشرف محمود أبو طالب، بإطلاق النيران على سيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي أثناء سيرهما بطريق هي الزراعي بمحافظة الشرقية، مما أدى لحدوث تلفيات بالسيارتين وسقوط أحدهم في مصرف مائي بجانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة ضابط وأمين شرطة وسبع مجندين بإصابات مختلفة من بينها طلقات نارية وخرطوش، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديدهم، وحال استهدافهم قاموا بإطلاق الأعيرة تجاه القوات بدلتهم بإطلاق النيران، حيث استشهد على إثر ذلك المجند محمد عبد الله السيد، وأسورت المواجهات عن مصر على صبري محمد أحمد محمود أبو الروس وضبط المدعو صبري محمد إبراهيم محبوب. سابعا حادث استشهاد المقدم محمد مبروك. توفرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات تتضمن أن عناصر أحد البؤر الإجرامية الإرهابية بقيادة المدعو محمد فتح الشاذلي يحوزون بيانات بعض ضباط جهاز الأمن الوطني، وأضافت المعلومات أن المذكور يقيم بشقة بإحدى العقارات بمنطقة أهاب الأليوبية، وأنه أمعن في الاختفاء عقب صدور أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية مزرعة العدلية بالشرقية، والسابق تجهيزه للسيارة المستخدمة في حادث محاولة اغتيال السيد وزير الداخلية بالمتفجرات به. كما أكدت المعلومات أن المذكور أحد المتورطين في التخطيط والرصد والتنفيذ في حادث اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني وارتكابه العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا. تم استهدافه فجر الخميس 21 نوفمبر الجاري، وعقب تبادل كثيف لإطلاق النيران تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية، واستشهد خلال التعامل النقيب أحمد سمير الكبير الضابط بالعمليات الخاصة، وتمكنت القوات من ضبط آخر بصحبته ويدعى أحمد محمود عبد الرحيم محمد فراج، وهو من أخطر العناصر التكفيرية الجهادية، وضبط بحوزته كشف بكنائس منطقة شمال القاهرة، كشف بأسماء بعض ضباط قطاع الأمن الوطني المستهدفين، رسم كروكي لمديرية أمن الجيزة. ثامنا حادث محاولة اغتيال السيد وزير الداخلية. تم تشكيل مجموعة عمل أمني من جهاز الأمن الوطني والأمن العام والمباحث الجنائية، تمكنت من تحديد مرتكبي الحادث بعد أقل من 24 ساعة من الحادث، وبعد مراجعة وفحص العناصر التي تعتنق الفكر التكفيري والتي تقيم بمنطقة الحادث، حيث شنت الأجهزة الأمنية العديد من الحملات استهدفت محل إقامة تلك العناصر مساء يوم الجمعة 6/9، إلا أنه لم يتم الإعلام عن ذلك في حينه لصالح إجراءات التحقيق، وهم هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم والمذكور من العناصر التي تعتنق الفكر الجهادي، سبق سفره لدولة تركيا في 27 إبريل 2013 عبر ميناء القاهرة الجوي،
وتسلله عبر الحدود السورية التركية لدولة سوريا، ويرتبط بعدد من العناصر الفلسطينية المتشددة، وسبق أن تلقى تدريبات حول تصنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية. وعقب عودته شارك في اعتصام رابعة العدوية، وباستهداف شقته الكائنة ببلوك 9 عمارة 18 شارع علي عشماوي المنطقة 10 مدينة نصر، أسر بها على كمية من المواد المتفجرة والمواد المستخدمة في إعدادها وبيانات عدد من العناصر المتطرفة. عماد الدين محمود عبد الحميد، وهو من العناصر الإرهابية الخطرة التي تعتنق الفكر الجهادي. وليد محمد بدر، من العناصر التي تعتنق الفكر الجهادي التكفيري، وده لقى مصرعه وقت الحادثة. وتوصلت المعلومات الأجهزة الأمنية لأنه مساء يوم 4 سبتمبر عقد لقاء سري بمنزل الأول، شارك فيه الثاني والثالث، تم خلال وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ العملية الانتحارية التي استهدفت الموكب، وتم خلاله تقسيم الأدوار بين المشاركين. يتولى الأول متابعة تحركات ورصد الموكب، الثاني بإعداد المتفجرات بالاشتراك مع الأول، يقوم الثالث بالتنفيذ مستقلا سيارة مفخخ، واتخاذ مسكن الأول كنقطة ارتكاز لتنفيذ العملية. كما توصلت التحريات إلى أن السيارة المفخخة محل الحادث تحمل رقم QDB 9132 ماركة هونداي، مسجلة باسم هالة موريس بباوي، قام عناصر التنظيم بسرقتها من المدعو يوسف ميخائيل يوسف بتاريخ 29/7 تحت تهديد السلاح، وده محرر عنها محضر في اسم النزهة. وأضافت التحريات إلى أنه تم تجهيز السيارة المشار إليها بالمتفجرات بإحدى المزارع بمحافظة الشرقية، يمتلكها أحد العناصر الإرهابية عضو التنظيم ويدعى محمد فتحي الشاذلي، وده تم ضبطه. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كل من هشام علي عشماوي مسعد وعماد الدين أحمد محمود عبد الحميد. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبي حادثي كنيسة الوراق والقمر الصناعي بالمعادي، ودول جاري تعقبهم وسرعة ضبطهم. هذا وتواصل الأجهزة الأمنية على مدار الساعة جهودها لمواجهة العناصر الإرهابية وتعقب وضبط كل من سولت لنفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، ولن تزيدها التحديات والمخاطر إلا إصرارا على الاطلاع بمسؤوليتها. اسمحوا لي أن أوجه عدة رسائل أجدها ضرورية في مثل هذه الظروف وما تمر به بلادنا من مخاطر. أولا، رسالة لأبناء الضباط والأفراد والمجندين أعضاء هيئة الشرطة، أتقدم إليكم جميعا بكل الشكر والتقدير على جهودهم المضنية. قدمتم أرواحكم ودمائكم فداء لوطنكم، ووصلتم الليل بالنهار، وسابقتم الزمن في تتبع وكشف تلك التنظيمات الإرهابية، وكانت عناية الله ورعايته حليفا لجهودكم الصادقة، حفظكم الله ورعاكم. ثانيا، رسالة إلى قواتنا المسلحة الباسلة، أسمى معاني الامتنان لقواتنا المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنود، تبرهنون كل يوم على أنكم حصن الوطن وأمانه وصمام أمنه واستقراره، صدد الله على طريق الحق خطاكم، ودمتم درعا للوطن وسيف. ثالثا، رسالة إلى الشعب المصري العظيم، كل التحية والإكبار والإجلال لشعبنا الأبي الذي ساند أبنائه من رجال الشرطة والقوات المسلحة، وكان خير العون والسند لهم في حربنا ضد الإرهاب، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تحقيق تلك الإنجازات والنجاحات الأمنية. وأؤكد للشعب العظيم إن تلك المحاولات اليائسة لن تسنينا عن استمرار جهودنا وتضحياتنا لحماية أمنه وأمان أبنائه وحفظ مقدرات الوطن واستقراره، وأننا مستعدون جميعا من أول الوزير حتى آخر مجند أن نستشهد من أجل حماية هذا الوطن ومقدراته. رابعا، رسالة إلى العناصر الإرهابية والجماعات التي تعتنق نفس الفكر، أحذركم جميعا من مغبة ترويع الآمنين، فمهما كانت التحديات والمخاطر لن تزيد الأجهزة الأمنية إلا قوة وإصرار على مواصلة ملاحقتكم وتقديمكم للعدالة. عليكم مراجعة أفكاركم ومواقفكم، فطريقكم سينتهي بالفشل والخسران. حافظ الله مصر، والسلام عليكم ورحمة الله.
أنا يعني أستمحكم عذرا، يعني عدد من الأسئلة عشان بس في ارتباطات، يعني أرجو أن يبقى السؤال في محل. اتفضل. تعبث في أمن مصر، بداية من تنظيم القاعدة لتنظيم بيت المقدس للفرقان للتنظيمات الليبية، كل هذه التنظيمات هذه كارثة يجب أن يعي لها الشعب المصري جيدا. كل هذه حوالي حضرتك ذكرت حوالي 10 تنظيمات إرهابية يترأسها القاعدة ممرر بكل التنظيمات إلى التنظيمات الجهادية في سيناء، فهذه كارثة يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل مواجهة الإرهاب. اللي عملته وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة شيء أنقذ البلاد فعلا من كارثة محققة. لكن سؤالي، هل لا زالت هناك ذيول كثيرة تهدد الأمن القومي المصري حاليا؟ هناك رعب في الشارع المصري من الحوادث المتكررة الأخيرة، خاصة الأحداث التي حدثت في سيناء والأحداث التي حدثت لضابط الأمن الوطني، ضباط الأمن الوطني، هل هناك عمليات لتأمينهم بعد أن تم سرقة الشفرة ووجدت مع عادل حبارة في سيناء؟ أرجو حضرتك تطمن الناس على هذا الموضوع. شكرا. طبعا أنا يعني أنتم تعلمون ظروف مصر في الفترة الماضية منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى ما حدث في 30/6. لا شك أن الجماعات دي لقت دعم ولقت إمداد ولقت تسليح ونشطت، والبعض أفرج عنه بقرارات عفو من السجون، وكل الظروف والمناخ كان مواتي أن الجماعات دي تنشط وتجند وتظهر بهذا الموقف الشرس. هو لولا أن ربنا هو اللي حافظ مصر، يعني ما كناش مع ما لحق الجهاز الأمني ما في الفترة اللي فاتت من ضربات. يعني هو ربنا لوحده هو اللي حافظ هذه البلد، وهو اللي مكننا بتوفيق منه ان احنا نضبط العناصر دي. انا عايز اقول لكم ان احنا يعني كنا بنضبط التنظيم في عقب فعالية كانت ستتم. يعني احنا كان عندنا فعالية 6 اكتوبر، كانوا بيعدوا ان مصر يوم 6 اكتوبر نصحى الصبح نلاقي الجمهورية مولعة،